ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون فيرست امبريشن عن اكتر فاونديشن بيقولوا انه فول كفرج في العالم. احنا شايفين الربيع ابتدى يدخل، فانا مشجره لكم الدنيا. بما ان الربيع ابتدى يدخل فالصيف هيجي، فالدنيا هتسيح، فمحتاجين حاجه تستحمل الحر والرطوبه وكل الحاجات اللي بتحصل فينا البشعه في الصيف دي. فقررت ان انا هجرب معاكم النهارده فيرست امبريشن لاكتر فاونديشن فول كفرج اليوتيوب اتقلب عليه وكل الناس جربته. واللي شجعني اكتر ان انا اجربه نيكي توتوريال، لما جابته فعلا صدقت على كلام ان هو فول كفرج بشكل مش طبيعي، وهو الديرماكول فاونديشن. طبعا غنى عن التعريف، واكيد ناس كتير شافته وممكن تكون في ناس كتير كمان جربته من فتره، بس انا اخيرا ايدي قدرت انها توصل له. لقيته على جوميا زي ما قلت لكم في الانبوكسنج بتاع جوميا، قلت لكم استنوا عنه فيرست امبريشن. بصراحه متحمسه جدا، لان دلوقتي كده هو بقاله تقريبا 3 اسابيع او شهر عندي محطوط قدامي كده، وانا عايزه اجربه. لو لازم اعمل فيرست امبريشن ليه، ف هنجربه النهارده. ودي درجه 218. الصراحه الدرجات بتاعته كانت غريبه ومريبه قوي، ودي كانت من اكتر حاجات اللي فيها كومنتس عليه. هو فيه تقريبا 10 درجات، بس فيهم درجات كتير جدا الاندر تون بتاعها على بينك، فخدوا بالكم من ده. فانا عشان الاقي الدرجه اللي يا رب تكون مناسبه، قلبت اليوتيوب وقلبت جوجل ان انا بشوف درجات وبشوفها في اضاءات مختلفه وفي فيديوهات مختلفه وعلى ناس مختلفه. فتوصلت ان تقريبا 218 دي ممكن تكون انسب درجه ليا، ف يا رب نتمنى ذلك. فبس هو ده تقريبا كل حاجه عليه. اهم حاجه تاخدوا بالكم انه يكون اصلي، لان ده بقى المنتج ده في منه فيك كتير جدا مالي السوق. فانا لما وصل لي، انا عارفه ان جومي حاجاتها اصليه، بس برضه زادت اكيد لان ده فعلا في منه كتير. فتحت جوجل اليوم ده وشفت كل المقارنات اللي موجوده ما بين المنتج التقليد والمنتج الاصلي. هتلاقوا في مقارنات على العلبه من بره والعلبه من جوه وطريقه الفتح وكل حاجه. فالحمد لله تاكدت ان هو 100% اصلي. فالفيديو ده هيكون فعلا راينا في المنتج ده بكل صدق وكل حياديه وكل مصداقيه، ومتاكدين انه المنتج الاصلي ان ده فيه تقليد منه اكتر تقريبا من الاصلي متوفر. فعشان كده ما كنتش قادره اوصل له طول الفتره اللي فاتت بسهوله. هو بيجي معاه زي روشته كده جوه فيها حاجات كتير بقى وكلام كتير عنه، فهنجربه. بيجي ده شكل الانبوبه كده، انا فعصتها شويه عشان اتاكد هو الاصلي ولا لا، لان دي كانت من الحاجات اللي بتبين لك هو المنتج اللي معاكي اصلي ولا لا. ايه تاني؟ هو بيجي زي انبوبه كده، انا عايزه اعرف هو كام ملي بس جوه. 30 جرام، فاعتقد ده كده قد الفاونديشنز الطبيعيه، بس شكل الانبوبه صغير قوي فعشان قلت اتاكد. وبيتفتح زي بتاعه الدواء كده، بنقوم واخدين البسبوس ده وحاطينه العكس، واعتقد كده انا فتحته. عملتك اهو كده، ايه فتحناه. ربنا يستر. انا هجربه من غير برايمر تحتيه علشان نشوف الفاونديشن ذات نفسه مع المسام وكل الكلام ده عامل ازاي، وهوزع النص ده بفرشه والنص ده بسبونج علشان نشوف هو اني افضل بالفرشه ولا بسبونج معاه، خصوصا ان هو تقيل قوي وفول كفرج قوي. ف يلا نشوف. هحط جزء منه كده على ظهر ايدي. اوكي هكتفي بده في الاول. شايفين قد ايه؟ اعتقد ان ده كتير. طيب هو للمنظر الاول كده اعتقد انه الدرجة هتكون كويسة ان شاء الله، فنتمنى ذلك انها تفضل كده على وشنا. هاخد الفرشة وهبتدي ان انا اوزع الفاونديشن. تقيل جدا جدا، يعني تقيل بجد، عامل زي معجون السنان كده. طيب هو زي ما انتم شايفين هو بيخفي وشي بمعنى الكلمة، بيخفيه حقيقي. فهو ايه ده؟ هو تقيل قوي قوي قوي. وبصوا اصلا باقي قد ايه على ايدي، انا يا دوبك حطيت نقطه ومش عارفه النقطه دي هتقف امتى. وفول كفرج من اول لير، من اول لير بمعنى يعني مش محتاجه احط لير تانية او اي حاجه زي كده. ف يعني انا مثلا جربت تقريبا من اكتر فاونديشن فول كفرج جربتها لحد النهارده هو كيت فون دي، ده اعلى منه بكتير. بس اعتقد ان انا هحب ده، انا ما بحبش كيت فون دي. كل اللي متابعني عارفين رايي ان انا ما بحبوش عشان تقيل وبيقف وبيخطط وبينشف، بيبقى عامل زي الجبس على الوش. ده من احساسي الاول كده انه مش بينشف، يعني هو فول كفر وتقيل بس مش حاسه ان هو ناشف. فاهمين قصدي؟ مش عارفه فاهميني ولا لا. فهو عموما الدرجه كويسه جدا الحمد لله، والاندر تون بتاعها مظبوط.
هاخد دلوقتي البافنج براش، هعمل باف عشان بس اوزع الاطراف وما يبقاش في اي خطوط. شايفين يا جماعه؟ انا مش عارفه هو باين معاكم في الكاميرا ولا لا، بس هو مش طبيعي. انا بجد مبسوطه، انا حاسه ان انا بدهن وشي، مش بحط فاونديشن، يعني ده ليفل تاني خالص من الفاونديشنز يا جماعه. بس طبعا ده يعني استخدام مناسبات مناسبات مناسبات، بس لسه برضه هنشوف شكله في الصور والكلام ده، وبعد ما نخلص ميك اب يبقى شكله عامل ازاي. بس يعني ما ينفعش ابدا اي استخدام يومي او اي حاجه زي كده، لانه تقيل، يعني تقيل بمعنى الكلمه. انا حتى بص انا مش حاطه كونسيلر ولا اي حاجه، بص كل حاجه اختفت الحمد لله، انا بقيت بلا ملامح. وشفايفي اختفت، كل حاجه بيخفي اي حاجه، يعني لو عندك ماضي اسود ما بلبستيه نيله ده يخفيه، يعني اي حاجه يخفيها. اوكي يا جماعه انا مش عارفه اعمل ايه بكل اللي على ايدي ده بجد. انتوا شايفين في قد ايه على ايدي؟ ووشي خلاص تقريبا نصه فول كفر، وكمان يعني انا ممكن اكمل بلاند واودي النص ده على ده. اوكي دلوقتي هاخد الفرشه دي تاني عشان اوزع الفاونديشن الناحيه التانيه، وابتدي اعمله بلاند بالسبونج. الميزه برده اللي حبيتها في الفاونديشن ده انه المسام والخطوط بتختفي مش بتبان، بالعكس. فدي حاجه برده كنت بكرهها في كيت فون دي، انه كان بيظهر المسام والخطوط. هو اي فاونديشن فول كفر المفروض ان هو يبقى كده، بس ده علشان زي ما قلت انه ما بينشفش، فالحمد لله مش بيشجع ان المسام والخطوط ومشاكل البشره دي تبان. الاسبونج بتاعتي وهبتدي ان انا اطبطب علشان اضيع اي خطوط واعمل له بلند. طيب هو بالاسبونج اسهل الدمج بتاعه لانه زي هو فول كفر زي ما وضحت، بس حاسه انه السايد اللي معمول بالفرشه يعني تحسوا كده ان الكفر مظبوطه اكتر، او انه فول كفرج اكتر. يعني هنا مثلا حاسه ان الكفرج قلت شويه من هنا، مش عارفه انتوا شايفين ايه. اوكي دلوقتي هنقل على الكونسيلر، مش عارفه محتاجاه في ايه، بس يعني هحط حاجه بسيطه خالص هنا علشان انور تحت العين. هستخدم الباليت دي من ميك اب فور ايفر، هوزع كده بصبعي. وبعد كده هعمل بلاند بالسبونج، حاجه بسيطه بس ان انا بس بنور المنطقه دي، يعني انا خلاص صح مش محتاجه كفرج، انا بس محتاجه لون كهايلايتر كده او حاجه تحت العين. فاونديشن مش حاسه ان هو ينفع ابدا للبشره الجافه، للبشره الدهنيه والمختلطه مناسب جدا، وما ينفعش ابدا للبشره اللي فيها جلد ميت او يعني محتاجه تقشير وكده. فلازم البشره تكون معمول لها تقشير وتنظيف كويس قبل الفاونديشن، لانه هيبين التكتشر بتاع الجلد، لانه يعني فول كفر فتقيل فهيقف في الجلد الميت ده، فاهمين قصدي؟ ف الفاونديشن سو فار سو جود، وباقي منه كتير جدا على ايدي، مش عارفه باين ولا لا. استخدمت منه نقطه، فاعتقد 30 جرام في الفاونديشن ده بمثابه 60 جرام في اي فاونديشن تاني. ان فعلا ليتولي استخدمت نص الكميه اللي بستخدمها من اي فاونديشن عادي عشان اخد الكفرج دي، والكفرج من اول مره تحفة. اللون عاجبني جدا الحمد لله، انا فعلا قعدت ايام بدور على الدرجة بتاعتي، فاي حد لونه نفس درجتي او بيستخدم نفس الفاونديشنز والالوان اللي انا بستخدمها، دي درجة 218 حلوة جدا. الاندرتون بتاعها الاصفر حلو جدا. دلوقتي هروح اثبت الفاونديشن زي اي فاونديشن عادي بثبته، ان انا هثبت بالكومباكت باودر بتاعت فيت مي من مابيلين. انا رجعت لكم تاني، ده كده شكل الميك اب بعد ما خلصته، بعد ما ثبته وبعد كل حاجة. الفاونديشن حلو فول كفر، مش بيبين المسام والخطوط قوي، بس برضو مش بيخفيهم. بس من اكتر الفاونديشن الفول كفر اللي حسيتها خفيفه على البشره، او مش
بتحسوها كيكي او مجيره او كده، فدي بلس للفاونديشن ده. هو مش ميديوم لفول، هو فول كوفر من اول ما بتحطيها. هو اصلا كمان متقال عنه ان هو يقدر يخفي التاتو وكل الكلام ده. بس في حاجه مهمه جدا في الفاونديشن ده، ان هو حاسس ان هو ينفع اكتر للمناسبات او الحاجات اللي فيها مسافه، فاهمين قصدي؟ ان محدش هيبقى لزق في لزق. حلو في التصوير، حبيته. بالنسبه لثمنه كمان حلو جدا، سعره تقريبا في حدود 300 جنيه، فرائع جدا، من الحاجات اللي عجبتني يعني اللي جربتها. بس بالنسبه لشخصيتي، انتوا عارفين ان انا بحب الحاجات الميديوم اكتر، لفول كوفر وانا اللي اتحكم فيها، وما يكونش حاجه تقيله قوي علشان ما يكونش تقيل على البشره، اني ما بحبش احساس ان في لايرز على بشرتي. بس لو في مناسبه او حاجه زي كده، ده هيبقى من الفاونديشنز اللي انا بتجه لها ان انا استخدمها، وخصوصا انه سعره حلو. التوفر بتاعه مش متوفر في حتت كتيره جدا، دي المشكله بتاعته. بس هو موجود على جوميا، تقدروا تلاقوه. مش عارفه موجود عند سيلرز ولا لا، بس اهم حاجه تتاكدوا ان هو اوريجينال، ولما العلبه تجي لكم تاكدوا فلوها زي ما قلت لكم. ادخلوا شوفوا على جوجل ايه الفرق ما بين الاوريجينال والتقليد، عشان ده فعلا في منه تقليد كتير جدا. بس كده كانت كل حاجه للفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم الميك اب لوك ده، هتلاقوه موجود على الانستجرام، تقدروا تروحوا تشوفوه، وهسيب لكم لينك الانستجرام تحت. والعدسه بتاعتي من لانس مي، من عند منا، برضه هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. الدرجه اللي انا مستخدماها درجه كافيه. بس كده، ده كان كل حاجه للفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش عاملين سبسكرايب، وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا جدا جدا ليكم، لكم هنا.